نروح بقى لتاريخ مواجهات الأهلي والرجاء، عملوا إيه مع بعض؟ عندي 4 حاجات موجود عندي فيهم يعني حقوق، لكن خليني أقول لكم إنه الأهلي مع الرجاء لعب 9 مباريات، 7 على المستوى الإفريقي ومواجهتين عربيتين، يبقى المجموع 9. الأهلي كسب 3 انتصارات وتعادلوا في 4، والرجاء كسب 2 مرات، يبقى الأهلي كسب 3 مرات والرجاء كسب 2 والتعادل 4 مرات، يعني النتائج متقاربة. الأهلي سجل في الرجاء 13 هدف والرجاء سجل في الأهلي 10 أهداف. تعالوا نتفرج مع بعض على بعض من هذه اللقاءات. نبدأ بنهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري عام 96. الأهلي كسب 3-1، الأهداف كانت لمجدي طلبة وهادي خشبة ووليد صلاح الدين، من الأهداف الجميلة قوي في البطولة دي، أهداف ما تتنسيش. هنشوفه دلوقتي، هدف وليد كان هدف من الأهداف الجميلة جدا الحقيقة، وده هادي خشبة من ضرب الجزاء، وبعدين هنشوف بقى وليد هياخدها من ناحية اليمين ويرقص ترقيصته الحلوة، بص الترقيصة، وبعدين من زاوية ضيقة رجع لم تاني لجوه عشان يفتح لنفسه زاوية، وبعدين يحطها بشماله، روعة 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 يا وليد. ده كان سنة 97، هدف تاريخي كده زي ما أنا سامع كابتن بكر تقريبا هو اللي كان بيعلق. والدكتور جمال الجنزوري من اعجابه بالهدف قام تاكيدا وتحيه تمكن يرقص وبعدين ممكن يحطها وحطها فقط جديد وهو بطل ابطال الدوري للانديه. ابو الدهب ضربه حره غير مباشره وعاليه هوبا يا ده جول ده جول الله 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 سمير كابونه سمير كمونه سمير كمونه في الوقت القاتل في دقيقه 44 من الشوط الثاني من احدى كرات عابرات القارات يلمسها سمير كمونه وهي في الهواء بدماغه تسقط من فوق هشام التاجر جوه الجون. الجون الاول للنادي الاهلي يحرزه سمير. ضربه جزاء داخل لها هادي خشبه وهادي جوه الجون الله الله. الجون الثاني للنادي الاهلي ده بقى كنت انا وده في 3 مارس 97 هناك في مركب محمد الخامس، فاز الاهلي 2-1 في النخبه. اللي قدام حضراتكم ده 2005 تحديدا 26 يونيو في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، الاهلي فاز بهدف محمد شوقي في الدقيقه 57. ده كان لقاء الذهاب 1-0 لمحمد شوقي. العوده في 20 أغسطس 2005 واحد واحد، تقدم سفيان علودي وتعادل عماد متعب وانتهى اللقاء 1-1 وعبر النادي الأهلي بنتيجة المبارتين. دول الماتشات اللي عندنا فيهم يعني ماتيريال. الأهلي واضح ان هو ما شاء الله ما شاء الله. طيب